أيها السادة، ألتمس مخاطبة الأمير. سيد الأمير، بعد أن اطلعت على أشياء كنت أجهلها، يستحيل علي أن أشر هذا السيف، وأرجو أن تقبل اعتذاري. ربنا وحده هو اللي كان يستطيع إنقاذ واحد منا من الموت المحقق، وتمت المعجزة بفضل ملاك طاهر. أيها الفتى الشهم، إذا كان من المستحيل أن نحتفظ بالصداقة، فلا أقل من أن يجمع بيننا الاحترام. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اشهر السيف اللي مرضيش يشهره ابني. جاي اقتل فيك العدو الخفي اللي حول ابني من شجاع الى ند لجبان. دي اللحظة اللي كنت منتظرها من زمان. حدد الموعد والمكان. الموعد الان والمكان هنا. سنتقاتل حتى الموت. دافع عن نفسك. انت تحت رحمتي يا امير. العبرة بالنهاية يا شهيد. انت دلوقتي اللي تحت رحمتي. حركة بسيطة وخليك تقابل ربنا علشان يحاسبك على شر اعمالك. اقتل. الموت عندي اهون من اني اطلب منك العفو. اقتل. لا، علشان اقتلك مش ضروري الوس السيف ده بدماء الغدر والخيانه. علشان اقتلك يكفيني اقول لك السر اللي عرفه ابنك. علشان اقتلك كفايه تعرف انا مين. انت مين؟ انا حسن الهلالي. حسن الهلالي؟ ايوه، حسن الهلالي اللي رميته في السجن طمعا في زوجته. حسن الهلال اللي أراد ربنا ينتقم منك ويكشف ماضيك القذر أمام زوجتك وأمام ابنك. عيش بعد كده إن استطعت. أما إذا كان فاضل عندك شيء من الشهامة فالسلاح ده الخنجر اللي حاولت تقتلني بيه من 20 سنة. أوه.